وقف. وقفت. قولي لي أنا بأمرك. منيح إنه أنت كشفت لي دافال قبل حفلة العرس. إيه. إيه بس هلأ شو بعمل؟ ما في عندي وقت أبداً. حاسة حالي ضايعة. شوفي مدى، إذا أنت بتوافقي إنه تخليني أكون من فريقك، فأنا وقتها بدي حل لك كل هاي المشاكل وبسهولة. مع إنه أنا صرت بعرف وكتير منيح كمان ليش أنت عم تعملي كل هالخطط هاي وفهمان عليكي. اللي أنت شو بتعرف؟ إنك عملتي هالشي لأنك بتحبي ماهي. عم تعملي هالشي كرمالة مو هيك؟ مدام أنا بعرف قديش أنت بتحبيها لماهي، وبصراحة بتأثر كتير لما بتذكر إنك مرت أب موم. برأيي أنا أنت إمّا. يلا مدام إذا بتريدي أعطيني فرصة واحدة، وأكيد أنا مستعد أعمل كل شي بتقليلي عليه حضرتك. إذا بتريدي مدام خليني أكون شريكك، خليني صهرك يلي رح يضل تحت أمرك على طول، ومن هلأ بوعدك أني نفذ كل شي بدك إياه. بترجاكي خليني شريكك. أنت شو عم تعمل؟ عم ترجاكي مرت عمي. آسف لأن قلت لك هيك، ماني صهرك بس من زمان أنا كنت عم بحلم صير صهر عائلة غنية، وما حدا غيرك بيقدر يحقق لي حلمي بأنه كون هذا الصهر، وبعدك أنه حللك كل هدول المشاكل. وهلأ أنا مستعد جهز كل شي، يعني إذا بتوافقي فينا نبلش بهذا الموضوع دغري. شو قلتي؟ يا مرت عمي يلا بقى، أنت ليش عم بتفكري كتير؟ يلا بترجاكي قولي إيه ووافقي على خططي وزوجيني لبنتك. أنا بعمل كل يلي بتقليلي عليه، رح كون شريك لإلك وصهر. طالما هيك بدك أنا رح ورجيك حقيقتي. بس بعد ما تتزوج معي أنت لسه ما بتعرف شو يلي ناطرك، وبكرة بتعرفني كتير منيح. أهلين يا ست بيال، كنت مفكرك مرة ذكية بس طلعتي بسيطة أكتر مما كنت متخيل، لأنك ما قدرتي تعرفي إنه أنا ناوي أكشفك لماهي، ولما بكشفك على حقيقتك قدام ماهي المسكينة وقتها بتعرفي شو ناطرك. طيب أنت رح تكون تحت أمري. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.